هل يجوز صيام 6 أيام من شوال قبل صيام قضاء رمضان؟ فإذا لم يجوز هذا، هل يجوز صيام يوم الاثنين من شهر شوال بنية قضاء رمضان وبنية صيام شوال وبنية أجر يوم الاثنين؟ صيام 6 أيام من شوال لا يحصل ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل شهر رمضان، فمن عليه قضاء من رمضان فإنه لا يصوم 6 أيام من شوال إلا بعد قضاء رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فيقول: من صام رمضان ثم أتبعه، ومن عليه قضاء من رمضان لم يكن قد صام رمضان. وعلى هذا فنقول لمن عليه القضاء: صم القضاء أولا ثم صم 6 أيام من شوال. وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام 6 في يوم الاثنين أو يوم الخميس فإنه يحصل له الأجر بنيته، أجر الأيام 6 وأجر الاثنين أو الخميس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.